القاعده ديال الابداع اللي خص الكوتش او المدرب او المرشد او الاستشاري باش يبدا، يعني باش ينطلق، باش تكون الانطلاقه الاوليه المشروع ديالو كيف ما كان. لان حنا كي تنعرفوا اي مشروع على وجه الارض راه بدا بدايه صغيره، لهذا فالبدايه اخواني اخواتي الكرام راه هو قرار يعني. ولكن تتلقوا مجموعه ديال الكوتشز ومجموعه ديال المرشدين ومجموعه ديال المدربين والمدربات يقول لك انا ما عنديش المعرفه، انا ما عارفش. المعرفه راه احتياج، كانك فيك الجوع مشيتي تاكل، يعني احتياج روح تعلم، سير تعلم، سير دير دوره سير. ولكن راه البدايه راه هي المهمه حسب شخصيتك وحسب بانك شنو الهدف انت اللي حاطه قدام عينيك. انما نصحك ما تبداش اهداف كبيره تحطهم، لا، بدا حتى بدايات صغيره باهداف صغيره كانك تجزئ ذاك الهدف ديالك الكبير. لهذا فالبدايه راه قرار، اما المعرفه فهي احتياج. لهذا اخواني اخواتي الكرام دائما تلقاو هذا المشكل مع اي كوتش اي مدرب اي مرشد اي استشاري اللي بينطلق في المشروع ديالو، و دائما تستشر مع ناس واخا الناس ما فاهمينش الامور، ولكن دائما سول مجرب، ما تسولش تنقولوا حنا الطبيب. يعني شي واحد اللي خدا البدايه، اللي خدا الخبره، راه تقدر ينفعك اكثر واكثر. لهذا ضروري تبدا البدايه، ضروري تخوض قرار باش تبدا.